السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينة السور إلى تيرت بالجزائر. نتكلم اليوم، نتكلم لكم على هذا البطل في الصورة، يسموه جمال سجاتي اللي في الوسط لدار الإعلام، يسموه جمال سجاتي. وراح في ذو الأيامات قريب ربح بطل العالم، ادى المرتبة الثانية، إذن بطولة بطل العالم محسوب. زقوا له في البلدية نتاع السكر باش كرموه، وعما هو ما كرموه اللي مسميه على اليمنى اللي دار النواظر اللي دار القمجة مخطط، هذاك جمال ولد مجاهد تراس على راني قلت له يا جمال كلخوهالك باش تمد تلفزيون سقيور 40 بوس. وينه؟ انا ما عنديش، تعرفون اللي ما عنديش باش نمشي نقول لكم باب اللي راه عندي تلفزيون. لا بنعطيكم مثال، انا ما عنديش 55 بوس. نص دار بصح. هذا البطل حقرتوه هنا في بلدة السكر، الاخرين ما نعرفهم في زوج، وقيل الميرو وجوا ميرو ولا ما نعرف. تعطولو تلفزيون صغير مش حتى كبير، علاش هذا ما يستاهلش سكنة؟ على خاطر زوال، تعرفوا بلي زوال وفقير ما يستاهلش السكنة. و القراء راهم يقولوا عليه ما عطالوش السيارة، قمي تاع تحكوتس واحد دايرها هالو ها بوركوا با ان هيوندي تحكوتيان، يعطلو سويارة يعطلو سكنة. لا انتما حقرتوه كيما راه قال، قالتكم واحد المرا تبهديلا، هالي تبهدلتو بيه علاش؟ تحطمولو في المعنويات علاش؟ على خاطر ما كاش رجال كيما خويا جمال، ما كاش، ما عندهمش. هذاك ولد مجاهد ما عندوش كيف يدير باه يعطيلو سكن ولا يعطيلو لوطو ولا يعطيلو سيارة ولا. إن شاء الله هذه التبهديلة تاع سجاتي البطل العالمي تخش فيكم إن شاء الله. إلا خويا جمال كلختوها له، قلت له روح مد سخايبة حاجة كبيرة، صابو التلفزيون سخايبة كي يدير له أعطاه. إذن هذا كيفاه يتحقروا ولاد الشعب حتى يجيبوا بطولاتهم من العالم. هذا بطل عالمي، بطل عالمي هذا.
سجلتي تعطون التلفزيون 40 بوس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.